هي زي ما تفضلتي جاسي انه مصر بتستضيف لاول مره المنتدى الحضري الدولي اللي هو هدف الالفيه رقم 11 اللي هو المدن المستدامه والمجتمعات المستدامه، بيتكلم عن كده يعني، وهو بنفس أهمية قمة المناخ إن ما كانش أهم، لأنه أوسع المجال بتاعه أوسع يعني. وأنا الحقيقة فخورة جدا وسعيدة إن احنا هنكون جزء من هذا المنتدى الدولي. احنا بقالنا سنة ونص بنحضر يعني للمشاركة في لمشاركتنا المنتدى بالتعاون مع الحكومة المصرية والأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الخاصة. فإحنا عندنا 3 فعاليات. الفعالية الأولى هي يوم 27 أكتوبر، ده وهتكون تقريبا أسبوع قبل انطلاق الانطلاق بالظبط الرسمي كده، بالظبط للمنتدى. هتكون أسبوع قبل إطلاق هي إطلاق، هي فعليا أول يعني أول مناسبة فعالية هتتعمل، فعالية هتكون في متحف الحضارة، المتحف القومي للحضارة، باستضافة المتحف وشراكة بالشراكة معاه. وأنا سعيدة لأن أنا كده برجع لبيتي التاني اللي هو المتحف اللي عملت فيه أول معرض أول من أربع معرض. سنين. الجلسة دي هي هتكون عبارة عن بنتكلم فيها عن إيه الإطلاق ده، بنتكلم فيه عن إيه، بنتكلم فيه عن دور الفن التشكيلي منذ قدماء المصريين ومرورا بالفن القبطي، الفن الإسلامي، الفن الحديث، وحتى الفن المستدام. واللي هيحضرها هيكونوا المشاركين في المؤتمر، لأن هو إطلاق كمان لأسبوع القاهرة الحضري، هيروحوا يتفسحوا في حتت مختلفة، فهم هيجوا المتحف يحضروا معانا الفعالية دي ويعرفوا دور الفن كان ايه. احنا اصل التنميه المستدامه، مصر القديمه اصل التنميه المستدامه. ليه حضرتك بتقولي كده؟ انا بقول كده لان انا سمعت يعني الكلام ده من 4 سنين. الدكتور سمير غريب قال في المتحف، كنا في بانل وقال انتوا بتتكلموا على التنميه المستدامه، ارجعوا 5000 سنه. أولا المصري القديم كان عنده الوصايا المختلفة من ضمنها الحفاظ على نهر النيل ايوه مثلا طبعا يعني، طبعا. فهو الحفاظ على البيئة، كان بيستعمل ألوان طبيعية، كل حاجة يعني اللي هي القطع الفنية أو كل حياة القدماء المصريين موجودة لحد دلوقتي في صحيح، المعابد. هو ده مش استدامة؟ استدامة طبعا. هو بعد كده حصل بقى ثورة صناعية وحصل تلوث في العالم، فرجعوا يتكلموا على الفن، على العودة التنمية بقى تاني المستدامة. للطبيعة. لكن هو احنا بلد التنمية المستدامة، بداية التنمية المستدامة. فدي الجلسة دي هتكون بتتكلم على دور الفن من اول قدماء المصريين لحد احنا عايزين نوري الاجانب او نقول لهم احنا وصلنا لايه؟ لفين؟ طب احنا احنا وصلنا وصلنا لفين للفن بقى يا دكتورة المستدام رند؟ اللي هو ترند عالمي، ده مهم جدا جدا عشان ما يفضلوش بس مركزين في حتة يعني الفن اللي هو المصري القديم. لا، احنا عندنا شباب زي الورد فنانين، هم دول جيل المستقبل. يعني حضرتك ادينا صورة أكتر كده، إيه اللي بيحصل؟ إزاي بيتم إعادة تدوير مثلا المخلفات علشان نقدر نطلع منها قطع فنية نقدر نقول إنها مستدامة ونقدمها كصورة يعني مهمة جدا لمصر وللقاهرة في حدث مهم زي طيب أنا المنتدى الحضري؟ قبل ما أجيب على سؤال حضرتك بس عايزة أكمل نقطتين، لان احنا مشاركتنا في المنتدى الحضري الدولي عبارة عن ايه. احنا قلنا اول حاجة يوم 27 ان شاء الله اللي هو الجلسة اللي هتتعمل دي هتكون بوجود في متحف الحضارة. بوجود وزراء الاسكان والتنمية المحلية والثقافة و يعني التخطيط، مجموعة من الـ من الـ الوزراء. الوزراء. و انا دوري ان انا بقى المودريتنج حضرتك الجلسه هتديري يعني. الجلسة. فدي
دي مشاركة. دي مشاركة. تاني مشاركة هتكون يوم 5 نوفمبر بعد بداية المنتدى الحضري الدولي بيوم، جلسة في جناح الأمم المتحدة، جلسة عالية المستوى بوجود دكتور فؤاد دكتور محمود محي الدين، الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ومجموعة طبعا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. في الجلسة دي احنا بنفتتح المعرض وبندي الجوائز للشباب. المعرض ده بقى هيكون فيه قطع فنية الشباب طبعا يعني اشتغلوا عليها وعملوها طبعا للعرض. طبعا. اوكي. في احنا حاجتين، في احنا هنجمل جناح الامم المتحده والجناح المصري باذن الله زي ما عملنا في كوب 27 او قمه المناخ، وبعدين عندنا مدينا قطعه من الارض يعني كده عاملين عليها احنا بقى المعرض بتاعنا اللي مش عايزه ان شاء الله ان شاء الله الافكار اللي طلعوا بيها الشباب بديعه. عدد الشباب المشاركين وعدد القطع المشاركه بقى في المعرض ده قد ايه؟ هو احنا تقريبا يعني لا يعني هو عدد الشباب المشاركين مش اقل من 30. ده مش اقل يعني. وبعدين القطع المشاركه برضو هتكون في 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 هذا الرينج مش اقل من كده، بحيث انه المعرض نفسه يبقى برضو فيري اب تو ديت، بيواكب العصر، وهيبقى الشغل فيه من بره. هو طبعا انا مفروض ان انا ده انا بقول يعني زي سر كده او يعني حاجه واحنا لسه بنشتغل عليها، لكن الشغل هيبقى من بره المعرض حوالين المعرض وجوه المعرض. واللي هيحب ان هو يخش جوه هيخش ويقدر يتصور، ياخد جوله، يتصور بكاميرا مخصوصه بتلف. فاحنا بنعمل اخر تكنيكس معانا الحقيقه مجموعه فريق عمل متميز جدا. انا يعني بقوم بالاداره لكن هو الحقيقه احنا بنتكلم على اعاده التدوير والاستدامه. نرجع المواد بقى المستخدمه في بالزبط. المعروضات اللي هتكون مشاركه في المعرض. احنا قلنا دلوقتي اتكلمنا على انه برضو انه زي ما قلت احنا بنشتغل مع المطورين على في هنا مواد اللي هي لما بنتكلم على مواد المطورين اصل في مواد مختلفه. لو اتكلمنا على مواد الشركات اللي شغاله في التطوير العقاري، هنا بنتكلم التطوير العقاري او المطورين ديفلوبرز يعني. فهنا بنتكلم على الخشب، بواقي الخشب، بنتكلم على هنروح دمياط السنه الجايه حق مليانه خشب. بنتكلم على بواقي الحديد اللي بنتكلم على في سوما بي القواقع حسب المكان اللي احنا فيه والبيئه. طبعا في بواقي يعني معرض ده سوما بي هنا هو يعني سواء بقى هي يعني تمثال افريقي ساحليه شاطئيه صحراويه جريد ده اله حتحور ده من البلاستيك. يا معقوله ده من الكياس البلاستيك يا جماعه. بس له تكنيك معين مش اي ما بيتعملش كده باي حاجه وخلاص. لا لا لا. يعني لا برضو الكرتون له طريقة، القماش بواقي القماش لها طريقة، ده برضو من سوما بي ده اللي هو الحفاظ على الفكرة بتاعته، الحفاظ على الشعب المرجانية. هو فعلا شكله زي الشعب المرجانية. أنا أول ما هو معمول من المواد معمول من ورق ولا إيه؟ لا 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 معمول من البلاستيك بواقي عندهم من عندهم. يعني حضراتكم بتاخدوا المخلفات اللي موجوده اصلا بالزبط. في المكان علشان تعيدوا استخدامها بالزبط. بشكل فني جميل. هم اللي بيتواصلوا مع حضراتكم ولا انتوا بتتواصلوا مع المطورين؟ والله حسب يعني انا الحقيقه دلوقتي من خلال المنبر
الجميل بتاع البرنامج سفيرة عزيزة، بوجه يعني دعوتي لكل المطورين الاتصال بينا، وده سهل قوي لان احنا الوحيدين اللي شغالين في المجال ده، الاتصال بمؤسسة الفن من اجل التنمية، ان احنا نقدر ان احنا نشتغل مع بعض ونحول البواقي بتاعة البناء يعني إلى قطع فنية تتحط في الميادين. أنت متخيلة مدينتي مثلا يعني مدينة المستقبل، العاصمة الإدارية، كل ده يبقى فيها فن مستدام ومستخدمين اللي يبقى عارفة كمان. دكتورة رندا، يبقى فكرة حلوة برضو لو أشركتم الناس أو الشباب اللي اشتغلوا في المشروعات دي، اللي في المحافظة دي أو اللي في المدينة بالزبط. دي إن هم يشتغلوا برضو على القطع الفنية دي، بحيث إن هو لو مثلا ساكن هناك أو قاتل هناك يقدر يقول إيه أنا اشتركت في تكوين هذا العمل الفني مثلا المحطوط في الميدان بالزبط. الفلاني يعني. إحنا فعلا داخلين أسوان، في أسوان داخلين بفنانين من أسوان. حلو قوي، حلو قوي. أنا قلت على مبادرة بداية، في مبادرة إبدأ اللي هي للتجمعات الصناعية، هي دي بقى اللي بتاعت دمياط، اللي هي هنبتدي نخش في المدارس. حلو، أنا عايزة أقول نتكلم على المدارس.